تواصل لجنة رفع التجاوزات في بيجي رفع التجاوزات عن الأملاك العامة حسب قرار رئيس الوزراء وتوجيه محافظ صلاح الدين، والتي تترافق مع حملة الإعمار ودعا الأهالي إلى النظر بوضع الأسر الفقيرة وإيجاد بديل لها. رفع التجاوزات في مدينة بيجي رافقت حملة الإعمار التي سوف تنطلق في هذا القضاء بعد أن تم إعداد جميع كشوفات لجميع أحياء المدينة بتأهيل الشوارع والطرق والمتنزهات. التجاوزات على الطرق أصبحت شائعة، التجاوزات على المناطق الخضراء، والتجاوزات في جميع يعني طرق وأحياء المدينة، وإضافة إلى أن هناك تجاوزات حتى في القرى. استحصلنا موافقة السيد محافظ صلاح الدين على أن أيضا نعمل على رفع التجاوزات في القرى. يجب على يعني أن نضع تأسيس جديد في مدينة بيجي بعد الخطة الشاملة لإعادة الإعمار لتعود المدينة نظامية وحسب التصاميم الموجودة لمدينة بيجي. هناك ترحيب واسع من قبل أهالي بيجي لرفع التجاوزات، وأيضا إن شاء الله هذه الحملة سوف تشمل جميع المدينة وأحياءها والقصبات الموجودة في المدينة. المواطن في قضاء بيجي، الحملة هي بادية بكل قضاء بيجي، تبدأ من الحجاج إلى الحمراء إلى كل إلى الزوية إلى كلها. العشوائيات عندنا بكثرة، احنا مو ضد القانون ويا القانون، اللي الطرق اللي هي سالكة ومبنية عليها تجاوزات هاي من حق الدولة ترفعها. اكو مكانات خاصة للدولة مثل المساحات الخضراء والمدارس المستشفيات، هذا ضد القانون، بس اكو عندنا عوائل تحت خط الفقر، عوائل شهداء اللي هم متعففين مناطق مفتوحة خاضعة للبلدية خارج التصميم العمراني، هذول وين يروحون؟ احنا علما ان بيجي اكثر من ثلث البيجي هي بالعشوائيات. طالب السيد وقيم مقام بيجي برفع التجاوزات عن الشوارع والافرع همينه، وانا انا مواطن عندي بيت طاب وصرف وانطي من اللي متر للشارع، مو الا الدوله تقول انطينا، انا انطيهم لاجل نطب سياره كبيره سياره صغيره، نطب سياراتنا على بيوتنا، فنطالب ونكيف على هاي الشغله رفع التجاوزات ما بيها شيء. ارحب بحمله رفع التجاوزات، ولكنه اكو فئه من مواطنينا يسكنون بالتجاوزات حتى ما يقدر يعني يسدون رمق عيشتهم، يعني اذا فلشوا بيتهم هذول وين يروحون؟ اذا كيس الطحين ب 30,000، بطل الزيت ب 3,000، اذا فلشوا ذول الشاتينات وين يروحون؟ لازم يسوون بديل لهذه العوائل الفقيره. التجاوزات بالنسبه لها يعني مأذيه العالم كلها، ما مأذيه شخص او شخصين، يعني من ناحيه الحي العصري احنا نحكي تجاوزات عندنا عامه، بس نشوفها ان الحمد لله الحمله مستمره، بس يا ريت انهم يستعجلون بها، والحمله نشوفها على الكل يعني مو على ناس وناس، وهذا الشيء احنا نكيف به لان فتح شوارع تفيدنا السياراتنا تفيدنا الكل شيء.